مقتل الشمس ده بيتكون من 3 أجزاء رئيسيين، بيتكون من نص إطار كاوتش من اللي هو المستخدم اللي بيترمي في الشارع، غلاف بلاستيك وهيكل جوه بسيط. بنكون التكوين ده، طبعا أشعة الشمس بتخش، الطاقة الشمسية بتخش بالتكوين اللي هو الفانوس اللي انتوا شايفينه ده، وبتسخن المية اللي هي بندخلها عن طريق الخرطوم اللي هو ده، ايا كان المية اللي انا عايز اقطرها، مية بحر، اي مية ملوثة. بعدين بنحط النظام ده طبعا معرض للشمس، ده المية اللي داخلة بتسخن وبعدين تتبخر، تتكثف على السطح اللي جوه وتتجمع في المحيط الخارجي، وبناخدها في الازازة اللي انتوا شايفينها دي. دي مية مقطرة نقية زي التحليل اللي موجود، يعني تصلح لكل شيء. ميزة النظام دوت ان هو اي نوع من المية، مية حمضية، مية قلوية، سائل اسود اللي هو كان عامل مشكلة في عمليات استخراج اللب من المخلفات الزراعية زي قش الرز، او السائل الاسود اللي في ايدي ده، بنقطره يديني مية نقية زي دي ويتركز، واقدر اعمل بيه الحاجات اللي انا عايزها، استخدمه كوقود او اي حاجة. طيب انا النهاردة لو وصلت مثلا 1000 ولا 10,000 ولا 1,000,000 وحدة من الوحدات دي تقطير الطاقة الشمسية دي باستخدام المخلفات، اقدر اعمل محطة تنقي لي عدد من الأمطار المكعبة في اليوم، في قرية سياحية، في فندق، في مجتمعات صغيرة متنقلة. تقدر تستفيد من التكنولوجيا دي غير مكلفة، وتفتح مجال للعمالة لأنها تصنع محلي.